السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال التمر اللي كتجي رائعه رائعه وكتجي هشيشه بزاف وكتجي واحد المذاق يا سلام. دابا في وسط الفيديو غنوريكم واحد النكهه كنضيف عليها باش كتجي بنينه بزاف بزاف. المهم خليكم معايا ما نسبقش الاحداث، ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. لاول مره غيدخل القناه او يشاهد الفيديو ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد، ومرحبا بكم شارك معكم هذه الوصفه هذه اللي كتجي رائعه رائعه. خليكم معايا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده، ونص كاس ديال العنبه اولا كاس صغير ديال السكر كلاصي اولا سنيده، شدوها طحنوها مزيان تتولي رطبه، المهم يكون السكر خشن ما تكون سنيده. هنا درت غير 250 غرام ديال الزبده، وغادي نضيف شويه ديال الملح، قبيصه نتاع الملح، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. انا هنا استعملت غير يدي عادي، ما درت لا طراب ولا والو، خدمت بيديا. هنا غادي نزيد واحد ساشي ديال الفاني، النكهه ديال الفاني، وغادي نزيد نكهه، واحد النكهه سميتها الناطه، صراحه زوينه بزاف كتعطي المذاق ديال البسكوي. كنصحكم هاد النكهه متوفره ديروها، ما متوفراش كتافيو غير بنكهه الفاني، صراحه هذه كتعطي واحد المذاق بحال البسكوي. وهاد النكهه هي سر من هاد الاسرار ديال هاد البنه ديال اي كاطو. وانا غادي نزيد الزيت اللي هو كذلك نصف كاس ديال العنبه اولا كاس صغير باش عبرت النيت سنيده، وغادي نزيد بيضه صغيره، بيضه صغيره تكون بحراره المطبخ، وغادي نخلط المكونات كاملين بيديا. انا كنستعمل هنا غير يديا، وغادي نزيد الدقيق على حساب تتجمع لي العجينه ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه. وهنا بالنسبه للخماره راه تقريبا خديت غير نص معلقه، ماشي نص معلقه، معلقه صغيره، غير نص معلقه صغيره ديال خماره الحلوه. وغادي نجمع العجينه، هنا تقريبا خدت لي جوج زلايف كبار ديال الدقيق، يعني 250 غرام تقريبا، خدت لي 500 غرام ديال الدقيق. ها العجينه كيفاش كتجي رطبه بزاف وما كتجيش قاصحه نهائيا. وغادي هنايا نديرها كويرات تقريبا الحجم 15 غرام، غادي نديرها كامله نشكلها كويرات. بغيتو تزيدو كميه كبيره من الحلوه ضروري غادي تضاعفوا المقادير. وغادي ندوزو للتمر، هنا خديت كذلك 250 غرام ديال التمر وشويه ديال الكاوكاو هرمشتو، والزنجلان كذلك حتى هي معلقه كبيره حتى هي حتى هو محمر وما زهر باش نجمع العجين، ومعلقه ديال الزبده، سمحوا لي راه ما صورتش هذيك اللقطه باش الزبده، ضروري معلقه صغيره ديال الزبده. وغادي نشكلها حتى هي كويرات تقريبا الحجم ديال 10 غرام. وغادي ناخذ هاد الطابع ديال حلوه التمر، اولا راه كاين اللي كيديرها على شكل هلال، انا هاد الطابع هذا كيعطي واحد الشكل زوين ورائع. راه كتباع تقريبا شي 20 درهم عند مول الحلويات. وبالنسبه عفوا بالنسبه للتمر تقدروا تاخذوه من عند مول الحلوى، راه جاهز، راه كيتباع جاهز بسميتو. اولا الا عندكم التمر في الدار غادي تفوروه وتزيدوا له شويه ديال الزنجلان وشويه ديال نكهوه وما زهر، تجمعوه ما زهر. هنا غادي نوضع داك التمر، غادي نديرو وسط العجين حتى تغطى حتى ما يبقاش يبان العجين ديال التمر، وغادي ندير نشكلها هكا. شتو راه ما كتبانش كاع العجين ديال التمر، كما قلت لكم العجين كتكون اكثر من الحشوه، يعني عجين التمر كتكون تقريبا 15 غرام. وانا ما انا درت عيني ميزاني، ما عبرتش بالميزان صراحه، عيني ميزاني. هنا غادي نشكلهم كاملين عاد باش نطبعهم. غادي ناخذ الدقيق باش العجينه ما تلصقش باش ما تلصقش لنا في الطابع. وغادي نرش داك الطابع من الداخل، وغادي نرش البلاصه فين نحط ديك العجين،
كما كتشوفون ما تخافوش، وخا ديروا الدقيق راه عادي. ما سمحوا لي غادي نضغط عليها، نضغط عليها مزيان حتى تشكل ديك الزواقه. وهذا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي رائع صراحه، كيعطي حتى واحد الديكور زوين بزاف. غنخدم العجين كامل حتى نكملها، وفي نفس الوقت راه كنديرها في واحد الطاوله اللي دايره فيها كدهنوها اولا ديروا فيها داك البابي تاع الطبخ. وهو الشكل ديالها صراحه كتجي ديك الزواقه زوينه بزاف، والسمك ديالها كيجي ما غليظاش بزاف. ما مهم، وهنا غادي نخليها تقريبا ليله كامله. انا خليتها ليله كامله باتت، اولا خليوها 5 السوايع. المهم ضروري خليوها 5 السوايع اولا ليله كامله. ما خليتها ليله كامله حتى الصباح، درتها بالليل والصباح عاد باش غادي ندخلها للفران. وانا خديت واحد الليبره وغادي نثقبها باش ما تنفخش، باش ملي ندخلها للفران ما تجيش منفوخه. هنا كاملين غادي نوضع فيها ثقوب، وغادي نديرها للفران درجه الحراره تكون معتدله. غنديرها الفوق، انا عندي الفران تيشعل تحت الفوق، لا درتها الفوق حتى شدات راسها شويه وبالطور كتجي محمره وكتجي زوينه بزاف صراحه، كيجي مذاق رائع بزاف. ورشيت عليها سكر كلاصي، تقدروا تفندوها كامله في السكر. انا غير هكا خديت سكر كلاصي ورشيته عليها غير من الفوق، صراحه عطات واحد المذاق زوين 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 زوين، خصوصا بديك النكهه ديال الناطه صراحه متوفره. ديروها ما توفرش ما ديروهاش، ولكن راه كتعطي واحد المذاق خطير خطير. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ونلقاكم فيديو جاي ان شاء الله، وبصحه وراحه.